هو الموضوع بدأ لما جاني إعلان بإن في خناقة بين مجدي شطة وحمدي بيكا وحمو بيكا، فقلت دول أكيد اتنين إخوات وبيتخانقوا عادي، إنما ألاقي الإعلام كله ومصر كلها بل العالم كله بيتكلم عنهم، لا ده أكيد شخصيتين مشهورين جدا. قلت لازم أبحث عنهم ومبقاش عايش كده زي لمؤاخذة تيت، وبعد كده صوت اغاني عالي وواحد يقول له اقفل يا اسطى الاغاني دي، قال له انت عايزني اقفل حمو بيكا ومجدي شطه؟ قلت اه طلعوا مغنيين يعني. وبعدها بشويه تلاقي رساله تجي لك على فودافون تقول لك للاشتراك وادلاء برايك في الخناقه بتاعه مجدي شطه وحمو بيكا، اضغط واحد ب3 جنيه للمره. فقلت اكيد الناس دي صوتها حلو ولكن استخدمته في حاجه تعصى ربنا. تعالوا نشوف ونتابع الموضوع من اوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج البحبحان. من حوالي يومين من تصوير الفيديو اتصل بي احد اقاربي وعزمني على فرح حد من صله رحمي من الدرجه الاولى. طبعا انا مش هقدر افرض سيطرتي على الفرح، ربنا يتمم بخير ويعدي الفرح على خير. عقبال عندكم اخواننا، عقبال عندكم كلكم، الله يفرحكم جميعا جميعا جميعا. خلينا في الموضوع. فالمهم حضرت معاهم الفرح، ومن باب المجاملات رحت حضرت معاهم السهره الكبيره، وطبعا شغال دي جي واغاني وبتاع وكده. على قد ما قدرت احافظ على نفسي واحافظ على اللي معايا لحد ما حصل اللي حصل وخدت بعضه ومشيت. ومتشكرين يا اخوانا وعقبال عندكم. تقول لي ايه دخل حمو بيكا ومجدي شطاب الموضوع؟ اقول لك في خلال الخمس دقايق اللي قعدتهم سمعت واحد بيهلس كده وبيقول كلام كده والله ما هو مفهوم. انت سمعت الشيك بيشك شيك خيش خيش خيش. وبعد التحريات والابحاث داخل محرك البحث جوجل اكتشفت انهم العالمي حمو بيكا، وطلع معاه خناقه بينه وبين مجدي شطه. تقول لي مين كمان مجدي شطه؟ اقول لك ده برضه واحد من اللي طلعوا على السوشيال ميديا وعملوا فرقعه اعلاميه بالحنجره الذهبيه. تقول لي يا باشا هي فين الحنجره الذهبيه ديت؟ اسمعك حته من الحنجره الذهبيه، خليك معايا. سمعت يا باشا؟ هو ده بقى حمدي شطة، مجدي شطة اللي بيقولوا عنه. فقلت ازاي يا جدعان الصوت ده طالع من المكبر ده؟ قال لك شوية برامج فوتوشوبية على برامج تغيير حنجرية. وطلعت خناقة بين حمدي شطة، يا دي حمدي شطة، مجدي شطة وحمو بيكا بسبب الأغاني والكلام الفاضي. إيه دخل الموضوع ده في القناة بتاعتك يا محترم؟ أقول لك أنا يا باشا. حابب أعرفكم عن الشخصيات اللي الشباب بتجري وراها، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عايزين تبقى للأمة شأن بشوية العيال دول. هل الأمة هيبقى لها أمة بشوية الهرت دول يا شباب؟ طالما يعني طالما قول السؤال تاني. أنا وأنا صغير كانوا بيقولوا لي كنا عايزين نشيل لك المرارة بس أنا رفضت. وقفت وقفة احتجاجية قلت لابد ما تشيلوش المرارة، بس دلوقتي تمنيت إنهم يشيلوا لي المرارة عشان أنا شكلها اتفقعت عندي، في حين إنك ما تعديش أي موقع على الإنترنت إلا وتلاقي إعلان لحمدي شطة، يا دي حمدي شطة، إلا لما تلاقي إعلان لمجدي شطة وحمو بيكا، وده طلع له فنز وده طلع له فنز، يا أخي جاتك فنز أنت وهو. الكمبيوتر فصل من بعد ما قال الكلمتين بتاعهم، يا عيني يا ليلي. ليه ايه جاتك؟ بس خلاص. لو كنت من متابعين مجدي شطه يا ريت تدينا لايك، وان كنت من متابعين حمو بيكا ادينا ديسلايك، وان كنت من متابعي انا شخصيا يا ريت تعمل مشاركه للفيديو على اي حاجه تشجيعا لنا لنستمر. مش عارف ان كنت بعد المراره هستمر ولا ما استمرش. واهم شيء تنتظرونا في المهرجان الجاي مع مهرجان البحبحاني بحبح بحبوح. مش يلا بينا؟ يلا بينا. السلام عليكم.